اخوه صباح الخير، نتمنى كل شيء يكون بخير. جيت شويه بكري فعندي مجموعه ديال الاجهزه اللي غادي نصيفط ان شاء الله. بعدا نبداو الموضوع اللي غادي نهضر عليه هذا النهار، وهو الجديد ديال المحل، لان كاين مجموعه ديال الاشخاص كتتابعني وكتحاول تعرف الجديد ديال المحل، وسيرتو الناس اللي كيديروا معايا التجاره. فانا بالمناسبه فانا داير القناه من اجل التجاره، باش نكونوا واضحين، ما كنطلبش ابوني، ما كنطلبش لايك، اللي كومونتا كنجاوبو، اللي حاول يتواصل معايا في الواتساب فكيكون تواصل. ما باش تقولوا داير القناه من اجل يعني من اجل مثلا طوندونس او باش نحقق هذا، فهاد الشيء ما داخلش انا في الحسابات ديالي. انا عندي هدف وهو الهدف التجاري. فالهدف ديالي هو تجاري عن طريق البوسطة او عن طريق امانة. فهاد الصباح هذا كما قلت لكم فمجموعة الطلبات جاتني في اخر السيمانة، كاين اللي كان متردد، كاين اللي كيقول لي حتى توجد الفلوس. فمثلا الاخ محمد من المحامي من مراكش طالب 70-90، خويا انا غادي نصيفطو لك، هذاك الشيء علاش جيت شويه بكري. كاين واحد الصديق من بوميه ميدلت، بوميه طلب لي الزين جوج لايت، قال لي انا بغيت الزين جوج لايت، فانا راني حاطه في الفلاش، راه كيتفلاشا. كاين واحد الصديق من ورزازات، وكاين واحد الاخ من قصب التادله، وكاين واحد الشخص من جهه تاونات. هادو هما الخمسه ديال الاجهزه اللي غنصيفط. غنعطيكم الجديد ديال هاد السيمانه هادي. فمجموعه من الاخوه طالبوني مجموعه من الاجهزه، فمن ضمن الاجهزه اللي تطلبات بزاف وبغاوها الناس على الشرح، يعني هاد السيمانه غتكون فيها شويه ديال الخدمه، فكاين تكنوستار ديربي، فانا غادي نحاول نشرحو، غادي ندير عليه موضوع خاص، وغنوريكم شنو في العلبه، وغادي نوريكم حتى الشرح في التلفاز. صافي الخوص، هذا بالنسبه للجديد. فتكنوستار فجبت منه كونتيتي كبيره. هذا تطلب لي بزاف مجموعه ديال الاخوه، فمجموعه من الاخوه كيقول لك جيبوا 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 عطينا. فخوتي هذا علاش ما كنتش كنجيبو، لان ما عنديش اولا الرقم ديال الهاتف ديال التقني ديال هاد الشركه ديال الروفوليشن. ثاني حاجه، كانت عندي مواصلات قديمه راه من 2015 ل 2014، فكانت وقعت لي مشاكل مع واحد الاجهزه، كانت مجموعه الاجهزه عندهم الروفوليشن، منها البوب ميني ومنها البوب من الحجم الكبير، فكانت تغير الميني وهذا وشاد يعني داك الروفوليشن. واتصلت بواحد الشخص كان حاط الرقم ديالو، لقيتو للاسف انه كيعرف غير التجاره، ما يعني عطاه الفلوس والسلام، يعني ما كيعرفش شنو داخل الجهاز، او مثلا النوعيه ديال المعالج، او النوعيه ديال الرام، او شنو التقنيات اللي فيه، او السيرفر اللي فيه. فلقيت مشاكل معاه، وبطبيعه الحال خسرت في داك الاجهزه. دابا الاخ اللي خديت منه هاد الكونتيتي هادي الكبيره ديال الاف 9 بلس، فقال لي راه عندي الرقم ديال التقني ديالو، فانا غادي نحاول نتواصل معاه وغادي نشوف شنو كاين وغندير لكم عليه الحلقه. كانت طلبات بزاف، لان هادو تسلاولي، لان رخاص بزاف، فعندك الميديا ستار 11 من غيرات المينيو، فتطلب بزاف، فبعتو في رمضان بكثره، لان جهاز رخيص تقريبا ما كيتعداش 280 درهم في السوق، 270 درهم باش نكونوا واقعيين، ما كيتعداش 280 درهم، 270 درهم في السوق. كذلك ومثال الميديا ستار 16 عندهم ال 15 عندهم ال 21 عندهم 16 عندهم عفوا 26 ال 25 تقريبا. نقدر نقول لكم واخا دخل داك الاجهزه هذه اللي هضرت عليها دابا، يعني ال 21 او ال 25 او 26 فنفس المعالج نفس التطبيقات وحتى الميني، فسبقوا هذه الاجهزه بالميني لان كتمشى بزاف، وحتى هي اجهزه رائعه ديال الميديا ستار. للاسف يعني فاش كنبغي شي معلومات كندخل لي فوريم ديال العراقيين، او لي فوريم ديال المصريين، او لي فوريم ديال الاردنيين، كندخل التليجرام ديال الايرانيين، ولكن اللغه فارسيه غير مفهومه. فبطبيعه الحال كنلتجئ للاخوه العراقيين، عندي تواصل مع بعض الاخوه العراقيين، فجد متمكنين من هذا الدومين هذا. فنقدر نقول لكم كاين اخوه عراقيين جد متمكنين من هذا الدومين، كيعطيونا معلومات. فالاجهزه جيده، نفس المعالج ديال الزين جوج لايت، نفس المعالج ديال الفيزيون اكسترا، نفس المعالج ديال ستار 7060، غير هما فيهم تطبيق
اخر ديال الانترنت بروتوكول او جي درايف. هاد هادو جبتهم يعني 16 16 16 او 11 11. كانوا بعض الاخوه قال لك جبنا الاكس 96 او الاكس 96 كيو، لان كان قبل 96 اكس قديم، هذا الجديد، هذا الجديد، هذا الاكس 96 كيو. فحتى هذا غادي ندير عليه حلقه. فالتي 14 مشى لي ما بقاليش، فجاو الاخوه فخديت عليهم واحد الكونتيتي، وسيرتو منين هاد التيليكوموند هادي حلات المشكل ديال التيليكوموند اللي كتجي معاه بلوتوث، اللي شويه كتاكل الحجر في هاد التيليكوموند اللي فيه، فكتاكل الحجر. فهادي حلات المشكل، يعني تقدر تاخذها في السوق ب 20 درهم 15 درهم، فتيليكوموند يعني حل المشكل. بالنسبه للكلاسيكو تروا شي اخوه قال لك جيبوا لنا شرحوا لنا، فانا جبتو، غادي نعطيكم المميزات ديالو ان شاء الله. جبت منه واحد الكونتيتي، فطبيعه الحال هادو جبت منه بزاف، لان تطلبوا بزاف الخوت، يعني ما كنتش كنتوقع النجاح فلان غالي في الثمن، فما كنتش كنقول غادي يخرج لي. ولكن الحمد لله كاين ناس جاوا من فاس، كاين ناس جاوا من كازا، كاين عندي شي ناس عاوتاني جاوا من داك النواحي ديال الجنوب. ف كاين اللي عنده العائله هنا في مكناس او فاس، فكيدوز، لانني انا في وسط مكناس، في وسط فاس ومكناس، فتقريبا مكناس بعيده عليا بشي 35 كيلومتر، وفاس خلاص بعيده بشي 20 كيلومتر. فجاو الاخوه فالاوكتاغون 8008، فانا كنعمل به داير له جوج سيرفرات في المحل، فكنخدم به، يعني نقدر نقول لكم الروعه بما كان. شحال من اخوه كيقول لك واش كيجي بالسيرفرات؟ الاجهزه ديال الجيل الثالث ما كتجيش بالسيرفرات. علاش ما فيهاش السيرفر ديال الفوريفر؟ لان ما كاينش، ما بغاتش الشركه ديال الفوريفر انها تبيع راسها لهاد الاجهزه ديال الجيل الثالث. تقريبا دايرين بحال الفورميلا، بحال سولومون، بحال الفوريفر، شركه الفوريفر راه شركه شبيهه بالفورميلا والفي بلس، تقريبا بحال في الاوكتاغون جبتو. هذا جبتو كذلك الفينا في اتش دي. بالمناسبه شي اخوه كانوا تشكاو لي من الانقطاعات مثلا على هذا، او الاجهزه مثلا اللي فيها الفونيكس. فاخوتي المشكل راه من المصدر، يعني ماشي من الاجهزه، يعني كان المشكل من المصدر. فعندك الفونيكس، وعندك الفوريفر، وعندك ستار كام برو، وعندك الميكام برو، فهادو كاملين بربعه على حسب تجربتي في هاد السيمانه اللي فاتت، فكاملين شبعوا قطع، ما تقولوليش. فمنين سولت وقلبت هذا، فلقيت بان الشركه كتحاول انها تبدل الخوادم ديال السيرفرات، وان شاء الله مع الايام القادمه غادي تكون، غيكون واحد الاستقرار على الفونيكس وعلى ستار كام برو وعلى الفوريفر ولا على الميكام برو جوج. خلاص الفيزيون ايدج عندي، وهذا اللي تمشى بزاف، فهذا في رمضان سربيت منه بزاف. الاوبن في 7 والله يعمرها سلعة، عامين ديال السيرفر الفوريفر وعامين ديال التطبيقات ملتي ستريم، وجهاز يعني نقدر نقول لكم تمشى لي يعني بكثره في الوقيته ديال رمضان. الاوكتاناف كاين اللي طلبوه، خلاص كاين عندي الايرون برو، وخلاص الفيزيون اكسترا مي غيتبدل له، انا كننتظر حتى يتبدل له الميني ديالو، فعاد غادي نحاول ما امكن انني ندير عليه واحد الحلقه على الميني الجديد. فالميني الجديد تقريبا شبيه بالميني ديال 70 60. هناك مشاكل، يعني الناس اللي كتسول على الفوريفر والقطاعات الفوريفر، فكما قلت لكم كتحاول الشركه انها تبدل الخوادم، وعندها مشكل في السيريالات، فاللي تقطع له السيرفر ديال الفوريفر فيحاول يقبض السيريال ديالو، يدخل لموقع ديال الفوريفر ويحطو ويكتب داك الرمز ديال انك لست روبو او لست ماكينه، وكدير كونفيرمي، كتصبر شي شويه كيتطلق لك الفوريفر. الا ما كانش كدوز الفلاش الاخير وكدير ضبط المصنع لاي جهاز كما كان، خصوصا الاجهزه اللي كتحمل السيرفو ديال الفوريفر، وغادي تطلق لك ان شاء الله. الا ما فهمتوش هذه القضيه او بغيتوها نشرحوها، ف كتبوها في لي كومونتير، وان شاء الله ما غادي ما يكون غير خير. صافي خوتي، يمكن هذا الشيء اللي جبت هذه السيمانه. خلاص كاينه كرتونه واحده اخرى نوريكم شنو الجديد اللي جبت، فاسمحوا لي بزاف. ف طلبت بزاف ستارسات 200 لان تمشى بكثره. طلبت الاخ ديالو الاتومو، هذا اخوه، فتقريبا نفس المعالج نفس الرام، غير السوفتوير ديال هذا مغاير على السوفتوير ديال السوفتوير ديال الاتومو، ماشي هو السوفتوير ديال
ديال الميتين، هذا هو الاختلاف بيناتهم. وهذا فيه الويفي انتيغري، فطلبت هذا، جبت هذا بطلب من بعض الاصدقاء اللي فيه ستار كام برو المده ديال عامين، الاورو فيو 320 و10 توب، تقريبا شبيه بالجهاز ديال الفيزيون، الفيزيون اللي كنت شرحت الخطره اللي فاتت، الفيزيون كليفر 4 ميني بلس. ففيه مشكل في السمارت، فراه غادي تعالج ان شاء الله في الاسبوع القادم. جبت الغائب الحاضر يعني الفيزيون ارينا اللي فيه سيرفر، يعني فيه ثلاثه السيرفرات او جوج سيرفرات، فيه الانشير وفيه الديكام، وفيه عامين ديال التطبيقات. فانا يعني بحكم الخبره ديالي والبيع ديالي، فجهاز لا باس به وفيه الار جي 45، فجيد. خلاص هذا تمشاني بزاف، الاكس جوج والاكس ان، فجبتهم في كثره هذه الخطره هذه، والاكس 4 فتا هادو حاضرين، يعني الاكس 4 الاكس جوج والاكس 1 اكستريم، فهادو كاملين غطر عليهم ان شاء الله تغييرات. فننتظروا المهندسين ديال الشركات، فتقريبا هذا الشيء اللي كاين في هذا الاسبوع. فنتمنى يعني كاينه شويه ديال الخدمه في هذه السيمانه هذه، فغادي تكون شروحات ان شاء الله، وغتكون شروحات مفصله، وبطبيعه الحال فتح العلب باش تعرفوا شنو كاين في العلب ديال هذه الاجهزه. يلا تبارك الله عليكم.